السلام القدسي لكم وعليكم. وسلام القدس لك السلام وعليك. القدسي لكم وعليكم. وأسعد الله مساءكم أستاذ ناصر وجميع الضيوف. حياك. النقطة الأولى بالمنح التاريخي بالنظر لواقع الولايات المتحدة، أعتقد أنها الآن في لحظة عاجزة عن الإبداع، الإبداع بالمعنى الاستراتيجي. وكل ما هو أمامها من بدائل هو استعادة وتكرار لنفس الأدوات والسياسات. هذا كان مبين بإعادة استخدام وتوظيف العقوبات الاقتصادية، رغم دائما كانت لا تأتي ثمارها. ملحا أمام الولايات المتحدة إعادة توظيفها من جديد. وأعتقد هون إنه في المعركة الحالية في قدوم البوارج في الانقلاب الجديد عند الولايات المتحدة، أعتقد إنه لا يوجد إبداع جديد، وإنما توظيف كثيف لكل الأدوات والسياسات السابقة. بالنسبة لتهديد أو ما ذكره سماحة السيد حسن نصر الله بخصوص الاقتصاد في الشمال، ناحية اقتصادية، مجرد الذكر هو له أثر اقتصادي مباشر. مجرد الذكر هذه المنشآت، يعني أكيد هناك أبعاد أخرى عسكرية جغرافية وما إلى ذلك، ولكن بالاقتصاد العصر الحديث مجرد ذكر هذه المنشآت يعني أنها بدأت تخسر، لأنه الاستثمار قائم على التوقعات، قائم على الأمان، قائم على كذا. بتصير في ضغط حاليا من الموظفين، من المدراء، من المالكين لهذه المنشآت. فمجرد ذكره حقق جزء كبير من الهدف، يعني وهو بدأ الخسارة في هذه المنشآت، وبدأ وضع خطط للانسحاب وإيجاد بدائل جغرافية أكثر أمانا لتأمين الاقتصاد لهذه المنشآت. الأسباب التصعيد الحالي اللي هي كما تفضل أستاذ ناصر أكثر من مرة بعد خطاب نتنياهو وما إلى ذلك، في فشل إسرائيلي، ثبت فشل إسرائيل في أداء دورها الوظيفي. هذا يستجلب ويستدعي تواجد قوات أمريكية في المنطقة. يعني أخذت مهلة إسرائيل، في البداية كانت لحد نهاية شهر 12، بعدها ردت تمددت المدة. مهلة كموظف لدى الولايات المتحدة، ككيان عليه وظائف ومهام ومسؤوليات، في المقابل يحصل على الدعم المادي والدبلوماسي وكل أشكال الدعم. هذا الفشل كان أحد أسباب التغير في العقلية الأمريكية. الشغلة الثانية اللي هي المنحى المتصاعد، هناك إدراك يعني أمريكي وإسرائيلي، المنح الثابت والمستقر والمتصاعد لمقدرات ومقومات المحور وأدائه يعني بالضرورة نهاية المصالح الأمريكية، وأيضا تآكل قدرات المشروع الإسرائيلي. والسبب الأخير وهو سبب مهم اللي هو بداية انزياح في الموقف التركي، هذا خطر استراتيجي على أمن قومي بالنسبة لإسرائيل وأمن مصالح استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. إذا كان لابد من العودة للمنطقة بزخم نحو قلب الأوراق أمام الثبات والاستقرار والهدوء والتوازن الذي حكم ونظم عقلية المحور في إدارته للمعركة. لا بد من فوضى، لا بد من بلبلة من الطرف الأمريكي والإسرائيلي نحو خلق مسارات جديدة، لأنه باعتقادي لا يوجد إلى الآن أي خطط أو مسارات واضحة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل. هذه المناورة الجديدة اللي احنا بنشهدها الآن ستكون محدودة بحدود القدرات والجاهزية عند أمريكا وإسرائيل اقتصادياً وعسكرياً، بس برضه والأهم الجبهات الداخلية عند التنين. يعني في الولايات المتحدة في انتخابات في كذا، ولكن أيضاً في احتجاجات، في أصوات عدة في الكونغرس صعدت منذ بداية الطوفان تتحدث عن ضرورة تقييد وتقنين الدعم الإسرائيلي ناهيك عن الاحتجاجات في الشوارع. وهناك حد آخر هو الحد الزمني اللي هو وقت الانتخابات. يعني ممكن هاي المناورة تأخذ شكل وحشي وكثيف، ولكن خلال أشهر معدودة نحو فتح مسارات وزي ما حكينا خلق فوضى وقلب الأوراق في المنطقة. وطبيعة هذا التدخل باعتقادي الشخصي طبعا ستوفر الولايات المتحدة لإسرائيل دفاع قوي جدا وإمداد عسكري ولوجستي ومادي ودبلوماسي عالي جدا حتى يتخطى السقوف القانونية المسموح بها بالكونغرس، مع تحفيز كل الادوات الامريكيه في المنطقه. يعني هي تيجي اماكن لما تيجي بيكون معها خطه موازنه دائما، والموازنه والخطه يعني في ادوات وفي اهداف وفي عناصر بشريه وعناصر غير بشريه. امكانيه الرد في حال تعرض، يعني بالنسبه للولايات المتحده هناك امكانيه عاليه للرد في حال تعرض قواتها لاعتداءات، وهذا كان تقديرهم من بدايه الطوفان، يعني حتى سابق على المرحله الحاليه. اغتيال هنيه وتصعيد وما حدث من تصعيد
إلى بعد آخر، ليس فقط التصعيد وقلب الأوراق، هو هذا تحديدا رمزية الشهيد القائد إسماعيل هنية، يضاف لسجل نتنياهو لبيع أشكال النصر لجبهته الداخلية لتمرير صفقة في لحظة ما. يعني لما يجي يمرر، لما يجبر على الصفقة في لحظة ما، بده يحكي لجبهته الداخلية: هاي إن دمرنا هالقد في غزة، وقتلنا عشرات الآلاف المقاتلين، وأقتلنا رأس الهرم في حماس، وكذا وكذا. فهذا حتى بالنسبة لنتنياهو مهم، له حساب على الجبهة الداخلية. وباعتقادي بناء على الحوار مع الأساتذة الأفاضل، بناء على كل ذلك يجب أن يكون الرد قبل الصفقة وليس بعدها، لتعزيز أوراق التفاوض وللخروج من زاوية خفض مستوى الرد إذا حدثت صفقة. يعني فباعتقادي يجب أن يكون، يعني ما نخاف أن يكون الرد قبل الصفقة، لأن مش لا مش راح يأثر سلبا على الصفقة، بالعكس راح يزيد أوراق التفاوض. وأخيرا، على هل الولايات المتحدة قد تذهب إلى حرب مفتوحة أم لا؟ أنا بطرح السؤال بشكل آخر: هل يمكن أن تسلم الولايات المتحدة بتهديد مصالحها في المنطقة بدون حرب؟ المنحى واضح، إذا استمر المنحى السابق يعني أن المصالح الأمريكية في المنطقة انتهت، خلال أشهر، خلال سنة، خلال 5 سنين، ما بعرف. هل يمكن أن تسلم بدون حرب، بدون استخدام قوة عسكرية كبيرة؟ باعتقادي الشخصي أيضا، هذا ممكن فقط في حالة واحدة: إذا تصاعدت الحملات والاحتجاجات من داخل الولايات المتحدة نفسها على أساس الإدراك بأن عصر الإمبراطورية انتهى، وخلينا نحفظ ما يمكن حفاظه من اقتصاد الولايات المتحدة، من صورة أمام العالم، ومن مصالح. غير هيك، باعتقادي أنه قد تذهب الولايات المتحدة للتصعيد وتضع كل زخمها، لأنه في موضوع مصيري، مصالح أمريكا في العالم، شكلها الإمبراطوري على مستوى العالم كله وليس على المنطقة. أخيرا، وآسف على الإطالة، بالنسبة للضفة الغربية، كل ما يتعلق بخطة الحسم اللي تعرضها سموتريتش في الكنيست 2017 وحصلت على إجماع عند الليكود وغيره، يعني في معظم المجتمع الصهيوني ومراكز القوة أجمعت على خطة الحسم اللي هي إنهاء الصراع بشكل كلي، وتفكيك السلطة الفلسطينية، ورهن الاقتصاد، وتهجير ما يمكن تهجير من الفلسطينيين. باعتقادي هذه الخطة لا يوجد فيها لا الموارد البشرية ولا الاقتصادية ولا الأمنية ولا العسكرية اللازمة لتنفيذها بشكلها الكامل. ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل مش راح تذهب لتصعيد قوي وعسكري وعنيف ضد جيوب المقاومة الحالية في الضفة الغربية. وأتفق مع ما تفضل فيه أحد الأساتذة، أعتقد الدكتور أنور، أنه ممكن فعلا نصير نشاهد تدمير مربعات سكنية، لأنه هذا شاهدناه ب 2002، يعني في نابلس وفي جنين تم إسقاط عمارات كاملة وبنيات سكنية كاملة بمن فيها. يعني هذا ممكن، ولكن على مستوى المخطط الاستيطاني الواسع أعتقد لا يوجد الموارد لتنفيذه. وشكرا.